بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. قبل بداية البرنامج نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سنظهره على الشاشة قريبا، وأيضا نذكر بأن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة، وأن يكون الاتصال عبر الهاتف وبعيدا عن جهاز التلفزيون حتى لا يكون هناك صدى وتردد بين السائل والمجيب. على بركة الله نفسر الآيتين الأخيرتين من سورة الأعراف في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك، يأمره بذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وغير ذلك من أنواع الأذكار التي فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا الدعاء من المخلوق، فإن المخلوق إذا ذكر ربه فقد دعاه. واذكر ربك في نفسك، بمعنى أنه يخفي ذكره لله عز وجل، فيكون ذكره في قلبه، ويكون ذكره بلسانه، ويكون ذكره لله أيضا بأفعاله. وكل العبادات قولية أو فعلية، قلبية أو لسانية، كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل ما أخفاها الإنسان كان ذلك أدعى إلى الإخلاص، إلا الأذكار التي يشرع إعلانها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خوفا من الله سبحانه وتعالى وتضرعا إليه بالذكر والدعاء، ودون الجهر من القول، بمعنى أن الإنسان يحرك لسانه بالذكر بحيث يسمع نفسه، ولا يقتصر الذكر على القلب بدون تلفظ باللسان ودون الجهر من القول، ووقت الأذكار بالغدو، الغدو الصباح أول النهار ولا أصال آخر النهار، فهذان الوقتان فيهما فضل عظيم.
سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويدخل في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة الفجر هذا في الصباح، صلاة العصر في المساء. للغدو هذا فيه صلاة الفجر، والأصال فيه صلاة العصر. ثم قال ولا تكن من الغافلين، أي الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يقطع الصلة بالله عز وجل، وأيضا يحصل على القلب منه غفلة. وإن الذي ثم ذكر سبحانه الملائكة الذين هم عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا تذكره الملائكة في السماء ويذكره المؤمنون في الأرض. إن الذين عند ربك وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، بل إنهم يعبدونه بأنواع العبادات لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يركعون ويسجدون لربهم عز وجل. إن الذين عند ربك وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يديمون عبادة الله وذكره، لا يستكبرون عن عبادته. فمن استكبر عن عبادة الله فهو كافر. إبليس لما استكبر عن عبادة الله وأبى أن يسجد كما أمره الله لآدم طرده الله ولعنه، فهو رأس المتكبرين عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل. فالمستكبر يكون كافرا أشد الكفر، ويكون مآله إلى النار. فالملائكة لا يستكبرون مع جلالة قدرهم، قربهم من الله عز وجل وعظم قواهم وخلقتهم، لا يستكبرون عن عبادة الله، لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه، ينزهونه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يسجدون لله عز وجل إجلالا لله وتعظيما لله وطاعة لله، ولا يستكبرون عن السجود كحالة المشركين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. مرة ثانية أنا أذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج والذي ظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. أبو أحمد من الرياض يقول: الشيخ، إذا أمر الزوج زوجته بعدم الذهاب إلى بيت أهلها فهل يجب على الزوجة أن تطيعه؟ إذا كان في ذهابها إلى بيت أهلها مفسدة، لأن يفسدوها عليه ويخببوها عليه، فلا تذهب. أما إذا لم يكن هناك مفسدة في ذهابها إليهم فهذه صلة الرحم لا يمنعها من ذلك، فلتذهب إليهم تزورهم، ولا يمنعها من ذلك، ليس له حق المنع من أن تزور أهلها وأن تواصلهم. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال آخر ورد للبرنامج من أحد الإخوة عن الوقف. شيخ يقول: حدثونا عن الوقف، وما الأشياء التي توقف في حياة المسلم وينتفع بها المسلم في حياته، ويصل أجرها أيضا للواقف؟ الوقف فضله عظيم،
وما من الصحابة أحد له جده إلا وقف لفضل الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كأن يوقف بيتا ويجعل غلته أو سكناه للمحتاجين من أقاربه أو من غيرهم. والوقف لا يباع ولا يوهب، الوقف لا يباع ولا يوهب، ولا تنقل فيه الملكية إلا إذا كان إلى ما هو أفضل منه، وهو عبادة عظيمة نفعها يستمر لصاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوقف صدقة جارية يجري أجرها على صاحبها حيا وميتا. نعم. أبو محمد من القصيم عن الاتصال الأول، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. ألو، تفضل نسمعك. مساك الله بالخير يا أبو محمد. سؤالك. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. الأول، أنا عندي والدتي ووالدي متوفي الله يرحمهم. طيب، فالأفضل يحق لوالدها أول أو لأبو. طيب، يجاوب الشيخ. لحظة. أيوة. لحظة لحظة لحظة. طيب. إذا كانوا تبدأ بالذي لم يحج في حياته، تبدأ به تسقط عنه الفريضة. أما إذا كانوا قد حجوا فإنك تبدأ بالوالدة أولا لتأكد حقها وبرها، فتبدأ بها وتحج عنها ثم تحج عن والدك. نعم. السؤال الثاني. يعطيك العافية. السؤال الثاني يجوز، السؤال الثاني يجوز أن يأخر والشفع إذا أخر الساعة 12 بالليل؟ طيب، شكرا. اي نعم، يجوز أن تؤخر الوتر، وهذا أفضل أنك تأخره إلى آخر الليل، هذا أفضل. تصلي معه ما تيسر من قيام الليل ثم تختم ذلك بالوتر، هذا أفضل. وإذا أوترت من أول الليل، إذا كنت تخشى ألا تقوم من آخر الليل فتوتر قبل أن تنام، فإذا تيسر لك القيام في آخر الليل تقوم وتصلي ما تيسر وتكتفي بالوتر الأول ولا تكرر الوتر في ليلة. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. من الأسئلة التي وردت، يقول السائل أبو عبد الرحمن: قرأت بأن من الأذكار المشروعة بعد الصلاة أن يسبح المسلم الله تعالى عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، هل يصح لي يا شيخ أن أجمعها فأقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى أبلغ عشر؟ إيه نعم، لك أن تأتي بكل كلمة وحدها تكررها ثم تكرر الأخرى وهكذا، ولك أن تجمعها في سياق واحد: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتكرر ذلك عشر مرات. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أعرف بأن وقت الاختيار في صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، لكن يا شيخ كم يقدر الوقت من اصفرار الشمس إلى الغروب؟ هذا ما ينضبط في كل وقت، لكن ما دام أنك تعرف اصفرار الشمس فما بينه وبين الغروب هو الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ هذا السائل: بالنسبة لأكل الثوم والبصل، هل هذا يا شيخ عند دخول المسجد حتى ولو كان في غير أوقات الصلوات، أو أن هذا خاص عند ذهابي لأداء الفريضة؟ هو ممنوع دخولك في المسجد برائحة كريهة
مثل رائحة الثوم أو البصل في كل وقت، لأن المسجد لا يخلو من مصلين ومن الملائكة، ولكن وجود هذا في الصلاة في وقت صلاة الجماعة يكون أشد، لأن المصلين يتأذون بذلك. نعم. خالد من الجوف معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك خالد، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، كيف حالك يا اخوي؟ الله يحييك. يمكن اكلم الشيخ؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك يا اخوي؟ أبسألك او عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، مثلا فاتني اكثر من صلاه، اقدر اصليها مثلا لازم المغرب ولا العشاء؟ طيب يجاوب الشيخ لحظة. كيف فاتك أكثر من صلاة؟ يعني نمت عنها ولا نسيتها ولا؟ نعم، إذا كان عليك عدة صلوات لم تصليها فإنك تقضيها بالترتيب، تقضيها بالترتيب في مكان واحد إذا أمكن بالترتيب، اليوم الأول ثم اليوم الذي بعده ثم اليوم الذي بعده حتى ينتهي، تبدأ بصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بالترتيب هكذا. نعم. السؤال الثاني خالد. السؤال الثاني، مثلا واحد مهتدي بصلاته وكل شيء واستخدم اللواط، ما حكمه؟ ايش؟ مثلا واحد مهتدي بالصلاة وكل شيء ويستخدم اللواط. يا أخي هذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله. والصلاة صلاته صحيحة، لكن عليه ذنب هذه المعصية الكبيرة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حقيقة التوسل، فضيلة الشيخ، ما حكمه؟ مأجورين؟ التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته، فالطاعة والعبادة وسيلة إلى الله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني تقربوا إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا مشروع، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إليه بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، وهكذا، فتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وكذلك تتوسل بأعمالك الصالحة إذا احتجت إلى ذلك إلى الله عز وجل، مثل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، توسل كل واحد منهم بعمله الصالح الذي عمله، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، الحي الحاضر تطلب منه أن يدعو الله لك، تتوسل إلى الله بدعاء الصالح لك، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل ورد حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، وما معناه؟ نعم، ورد الحديث بذلك. أول الحديث: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا من باب المقابلة، مثل لو يمكرون ويمكر الله فيسخرون منهم، سخر الله منهم، هذا من باب الجزاء والمقابلة. نعم. أحمد من جازان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول. نعم. السؤال الأول، توفي شخص وعليه دين لشخص قد توفي ولم يبقى
إلا أولاد بناتي، فهل يعطون دين جدهم ما لهم يرثونه أم لا؟ جاوب الشيخ. يا أخي هذا ما يعطون أولاد البنت ليس لهم ميراث من جدهم لأنهم من ذوي الأرحام، فيعطى ماله ودينه الذي له يعطى لأقاربه من النسب، من النسب من آبائه وأبنائه وإخوته وأخواته الذين يرثونه بفرض أو تعصيب. فإذا لم يجدهم ولا بحث عنهم ولم يجدهم يراجع المحكمة الشرعية، والقاضي هو الذي يدله على ما يضع الدين فيه. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، امرأة في العدة مات عنها زوجها وبنتها منومة في المستشفى وليس لها مرافق سوى أمها وهي معاقة، البنت بحاجة لمن يغسلها وينظفها، فهل يجوز للأم مرافقتها أثناء العدة؟ أي نعم، إذا احتاجت البنت إلى هذا فإنها ترافقها لأجل أن تقوم بما تحتاجه من خدمتها وتنظيفها. نعم. السؤال الأخير. السؤال الأخير، إذا ربت امرأة أطفال واعتبرتهم مثل أبنائها، هل يكون دعاءها لهم مثل دعوة الأم؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا. إذا ربت أطفالا لغيرها فهي محسنة، لها أجر في تربيتها لهم، ولكن ليسوا مثل أولادها وليسوا مثل أبنائها، وهي أحسنت إليهم فلها الأجر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا سائل أبو إبراهيم يقول، هل ورد حديث أن الرسول جمع من غير مطر أو عذر؟ غير مطر ولا سفر. نعم، ورد حديث في هذا، وهو من الأحاديث المشكلة، الأحاديث المجملة، فيرجع إلى الأحاديث الواضحة ويعمل بها ويتوقف في شأن هذا الحديث، لأن الجمع لا يجوز إلا لعذر، إما للمسافر الذي يقصر الصلاة، وإما للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة فيجمع، وإما لمطر يكون في وقت المغرب والعشاء يجمع بينهما. هذه أحوال الجمع والأعذار المبيحة للجمع. نعم. في وقتنا الحاضر هناك برد شديد فضيلة الشيخ، بالنسبة للمسح على الشراب والأحكام المتعلقة في ذلك شيخ. نعم، الشراب إذا كانت ساترة للرجل وضافية عليها لا يخرج شيء من الرجل من الكعبين وما تحت، فإنه يمسح عليها كما يمسح على الخفين، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. سعيد من المدينة النبوية، تفضل. سعيد. عليكم السلام، ارفع صوتك يا سعيد. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن الفتاوى الشاذة والغريبة، عن معنى الفتاوى الشاذة والغريبة بعد كلمته. لحظة يا سعيد. السؤال الثاني عندي أخو. لحظة يا أخي. ما يشرح لك الفتاوى كاملة ويضرب الطلاب، هذا الراتب حرام. السؤال الثالث، أنا في إمام عندي في الحي يقرأ من كتاب اسمه يسرة التفاسير، يسرة التفاسير هل هو موثوق؟ شكرا. ما فهمنا أسئلته. يقول بالنسبة للفتاوى الشاذة والغريبة هل يستدل بها؟ يا أخي الفتاوى يؤخذ منها ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، والفتاوى الصادرة عن أهل العلم المعروفين بالعلم
المرجع الذي يرجع الناس إليهم في الفتوى يأخذ بفتواهم. أما فتاوى المتعالمين والجهال فهذه فتوى لا يؤخذ بها لأنها غير مبنية على أصل. نعم. بالنسبة للمدرس كيف يتعامل مع طلابه في التعليم يا شيخ؟ يتعامل معهم بموجب النظام، نظام التعليم، التعليم له نظام يتعامل معهم بموجبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله؟ لا، ما يصح وضوءه ولا غسله، لا بد من المضمضة والاستنشاق، لأنهما في حكم الظاهر، لأنهما من الوجه، من غسل الوجه، لأنهما في حكم الظاهر، هما المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، فإذا تركهما لم يكمل غسل وجهه، بالتالي لا يصح وضوءه. نعم. هذا سائل أرسل بأسئلة تتعلق في قضية البرد والشراب وغيرها من الأحكام، يقول: من مسح على الخفين شيخ بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟ يعيد الصلاة، لأنه إذا انتهت مدة المسح فلا بد من خلعهما وغسل الرجلين عند الرخصة، انتهت فلا بد من خلعهما وغسل الرجلين، ولا يصلي بهما على نمط ما كان داخل المدة. نعم. يقول في فقرته الثانية: من أصبح جنبا في وقت بارد مثل هذه الأيام فهل يتيمم؟ لا يا أخي، إذا كان عنده ما يسخن به الماء، إذا كان عنده ما يسخن به الماء ويذهب البرودة الشديدة فلا يتيمم. أما إذا كان في بر وليس عنده ما يسخن به الماء، في بر وليس عنده ما يسخن به الماء والبرد شديد يخاف على نفسه، فلا بأس أن يتيمم ولا يخاطر بنفسه، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية فأصابه احتلام وفي شدة البرد، تذكر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فأقره على هذا. نعم. عبد الله من جازان معنا على الخط، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ارفع صوتك عبد الله. السلام. الله يحفظكم، كيف صحتكم؟ تفضل. الله يحفظكم. السؤال الأول للشيخ: اللي عليه دين، الحديث إن لا يدخل الجنة، هل يبدا العذاب معاه من القبر وبعدين في الآخرة؟ أنا أريد تفصيل هذا الحديث. طيب استمع. يا أخي، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ليس أنه يمنعه دخول الجنة، ولكنه تكون مشغولة ذمته بهذا الدين، معلقة بهذا الدين حتى يخلص دينه بالتسديد عنه أو بتنازل صاحب الدين عنه. نعم. السؤال الثاني يا عبد الله. سؤال الشيخ: أنا أتجنب بعض مرات الصلاة في المسجد لأنه فيه كثير مجادلات، وأنا أصلي في البيت، هل عليه إذن؟ طيب. لا يجوز لك ترك الصلاة مع الجماعة، ترك المسجد، إذا كان قريبا منك تسمع النداء، فلا بد أن تصلي مع المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. السؤال الأخير عبد الله. السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، اللي بيشوف في خط سريع جدا ومسيب بعض الخط، هل يقطع الخط ويروح يصلي ولا يصلي في البيت؟ إيش؟ عاد السؤال. أنا ما أشوف ومسيب بعض الخط السريع، أنا خطين سريع، يكون الخط سريع
جدا، والسيارات فيه مسرعة وأنا ما أشوف، إذا جمعت في الطريق صدمتني السيارات والمسير بهذا الخط، إيش أسوي يا شيخ؟ إذا كان في خطر عليك وفيه خط للسيارات بينك وبين المسجد ولا معك قايد، لا، فإنك تصلي في بيتك لأن هذا عذر عليك خطر. هنا شكرا، شكرا المتصل. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن بعض الكتب ويستشيركم في أفضل ما كتب في السيرة لقراءته. ما أفضل ما كتب و أفضل الموجود سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام وشرحها الروض الأنف للسهيلي، وكذلك مختصراتها، مختصرات السيرة النبوية، فيه مختصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيه مختصر للشيخ ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، فيه أيضا زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل عن كتاب العقد الفريد شيخ صالح. العقد الفريد هذا كتاب أدب لابن عبد ربه الأندلسي، فيه أدبيات وفيه أشياء منتقدة عليه، فالذي عنده بصيرة وعنده معرفة ينتقي منه ما هو مفيد ويترك غير المفيد لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم عائشة تقول: ما أفضل الدعاء الذي تلتزم به المرأة وتدعو به ويستجاب لها؟ الوارد في الكتاب والسنة، الدعاء الوارد في الكتاب والسنة تدعو به وتدعو بحاجتها، تسمي حاجتها تدعو بها وتسأل الله حاجتها أن يقضيها لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عازم يقول: بالنسبة لأشجار الزيتون وأشجار الخضار والفواكه، هل عليها زكاة؟ نعم، الزكاة إذا كان يبيع منها ويحصل على نقود فإنه يزكي ثمنها، يزكي ثمنها بأن يخرج ربع العشر من ثمنها. نعم. هذه سائلة تقول: لي أخت وهي ميسورة الحال وقد أمرتها الطبيبة بترك العمل ولزوم الراحة نظرا لخطورة حملها في الشهور الأولى، فذهبت إلى العمل وسقط الجنين. أخطأت في هذا، إذا كانت الطبيبة نهتها عن الذهاب للعمل عليها أن تأخذ إجازة، تأخذ إجازة من العمل ولها الحق في ذلك تقرير الطبيبة، إذا خالفت ذلك وترتب على خروجها للعمل سقوط الحمل وقد تم له 4 أشهر فإنها عليها الكفارة، صيام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مرافق لوالدي في المستشفى منذ 8 أشهر وأقوم بتغسيله والقيام بالوضوء له يا فضيلة الشيخ، وأقوم بلمس عورته وتنظيفه يا فضيلة الشيخ، وبالنسبة لصلاتي يا فضيلة الشيخ أذهب وأصلي معه في نفس الغرفة مع أنه جالس على السرير. أما الصلاة فتذهب وتصلي في المسجد لأنه لا عذر لك، إذا كنت تسمع النداء وهناك مسجد قريب تصلي مع الجماعة في المسجد وترجع إلى المريض، خدمتك له بما ذكرت تؤجر على هذا جزاك الله خيرا. وأما مس عورته فلا تنظر إليها، تكون من وراء حائل، تدخل يدك من وراء حائل ويكون على يدك أيضا كيس يعني تلبس جوارب، ولا تمس عورته مباشرة وتنظفه، وأنت محسن في هذا ولك الأجر العظيم من الله. نعم. أسامة من الرياض، تفضل يا أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الشيخ الله يحفظك. تفضل. يا شيخ الله يحفظك، تبي نسأل جزاك الله خير عن موقف المسلم من الفتن وطريقة النجاة منها. طيب. هذا شكرا. الأول. شكرا. البدع. الفتن. الفتن عليه أنه يتجنب الفتن ويسأل الله السلامة منها ولا يدخل فيها ويبتعد عنها مهما أمكنه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، الحقيقة ورد للبرنامج مجموعة من الأسئلة تتعلق بالحج. يقول هذا السائل: هل يكفي طواف واحد وسعي واحد بالنسبة للقارن؟ نعم، تدخل العمرة في الحج يكفيهما طواف واحد وسعي واحد للقارن. نعم. يقول: بالنسبة للعمرة يا شيخ، هل على الإنسان أن يكرر العمرة؟ وما رأي الشيخ صالح في من يقصر للعمرة من بعض الرأس فقط؟ لا يكفي التقصير من بعض الرأس للعمرة ولا للحج، لا بد من تعميم الرأس بالقص، كما أنه يعمم بالحلق يعمم أيضا بالتقصير. وأما التكرار العمرة فلا مانع، يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، إلا أن الأولى أن يجعل بين العمرتين فاصلا من الزمن بحيث ينبت شعر رأسه. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. سائل أبو عادل يقول: هناك نخيل في بيتنا مجاور للاستراحة، وبعض هذه النخيل عروقها تمتد إلى الصرف الصحي أعزكم الله وأكرمكم، هل نأكل من ثمار هذه الأشجار والنخيل يا شيخ صالح؟ إذا تأكدتم أنها تشرب من الصرف الصحي فلا تأكلوا من ثمارها، لأنها تتغذى بالنجاسة، إذا تأكدتم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الرفقة الصالحة، ما أثرها في حياة الشباب؟ لا شك أن الرفقة الصالحة خير لمن رافقهم، يقتدي بهم ويعينونه على طاعة الله عز وجل ويذكرونه، فيها خير كثير. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة يا فضيلة الشيخ لمن ترك الجمعة لثلاث أسابيع، حيث أنه يسافر في الشهر 3 مرات، إذا سافر قبل الزوال، إذا سافر قبل الزوال فلا مانع، إنما يكره، إذا سافر قبل الزوال يكره كراهية ولا يمنع من السفر، هو عليه أن يجعل السفر في غير يوم الجمعة ولا يفوت الجمعة، لكن لا يمنع من السفر قبل الزوال، وإذا صلاها في طريقه حصل المطلوب والحمد لله. وأما إذا زالت الشمس فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ هذا السائل: بالنسبة للجوال المحتوي على القرآن، هل يسمى مصحفا وهل نقرأ فيه في المسجد؟ نعم، اقرأوا فيه في المسجد لأنه قرآن، ولكن لا يسمى مصحفا، يسمى جوالا أو مسجلا، ما يأخذ أحكام المصحف. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ يقول: ما حكم الصلاة مع المسبوق، وهل هي أفضل من صلاة المنفرد، وما كيفيتها؟ الأولى والأبرى لذمته أن ينتظر حتى يأتي من يصلي معه من الداخلين ولا يدخل مع المسبوق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة للشخص في الحج الذي ترك الرمي في اليوم 12 ظنا منه أن هذا من التعجل وغادر ولم يطف للوداع، فما حكم حج مثل هذا الشخص؟ حجه صحيح لكنه ناقص، عليه
فديتان، فدية عن ترك رمي اليوم الثاني عشر، وفدية عن ترك طواف الوداع لأنه لم يكمل حجه، والوداع إنما يكون بعد تمام الحج، وهذا لم يتم حجه، فعليه فديتان، فدية عن ترك رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، وفدية ثانية عن طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل يقول، الأخت السائلة أم عبد الله، هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ حيث أن لي أخت تجاوزت 37 ولم تتزوج، هل هذا فضيلة الشيخ من القضاء والقدر؟ بلا شك ما يحصل في هذا الكون من الوقائع ومن الأحوال ومن كله من القضاء والقدر، لا يكون في ملك الله عز وجل شيء إلا وقد قدره الله عز وجل وقضى به، ولكن علينا فعل الأسباب النافعة. فهذه المرأة ربما أنها فعلت أسبابا صدت الأزواج عنها، إما أنها ترد الخطاب الذين يخطبونها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وإما أنها تركت الزواج لأجل أنها موظفة وتريد البقاء على وظيفتها، فعليها أن تتجنب الأسباب المانعة من الزواج، وإذا لم يكن منها تقصير وليس منها تفريط هذا قضاء الله وقدره، ترضى بذلك حتى يأتي من يخطبها وتتزوج به، ولا تيأس من رزق الله عز وجل. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة أيضا لمن أراد الاتصال بالشيخ صالح. هذا يسأل يا شيخ مصري مقيم بالرياض عن القنوت في صلاة الفجر، وما الوارد في القنوت فضيلة الشيخ من الأدعية والعبارات الواردة مأجورين؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا قنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل، إذا حصلت نازلة بالمسلمين فإنهم يقنتون في صلاة الفجر ويسألون الله أن يرفعها عنهم، ثم يمسكون عن القنوت إذا ارتفعت النازلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ، أيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ كلاهما مطلوب، لا يصح إسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام، كلاهما مطلوب. فالدين ثلاث مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثلاث مراتب، وكل مرتبة لها أركان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أيضا له استفسار عن القضاء والقدر في حياة المسلم، ما الفرق بينهما، وما واجب المسلم تجاه الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمانه إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فيؤمن بالقضاء والقدر ولا فرق بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو، والكتابة في اللوح المحفوظ لا شك أن الله قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم إبراهيم تقول بأنها دخلت المستشفى ولم تصلي حتى خرجت بعد 5 أيام لأن لديها بعض الأعذار فضيلة الشيخ، حيث لم تستطع أن تدخل للوضوء دورات المياه، فما الحكم في ذلك وما هي أحكام صلاة المريض؟
أخطأت في هذا خطأ كبيرا. المريض يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم: صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا لم تستطع الطهارة بالماء فإنها تتيمم، تتيمم يؤتى لها بتراب فتتيمم به، لأنه بدل عن الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكذلك الذي لا يقدر على استعمال الماء هذا في حكم الفاقد للماء فيتيمم. لا تترك الصلاة، ولكن على كل حال عليها التوبة إلى الله والمبادرة بقضاء هذه الصلوات بالترتيب، اليوم الأول ثم الذي بعده حتى تكمل صلواتها التي تركتها مع التوبة إلى الله والاستغفار، ولا تعود لمثل هذا. نعم. هذه أم خالد تقول، بنت أختها شيخ والدها متوفى، تقول: لو قمت بكفالتها هل لها أجر حيث أنها متخلفة تخلفا عقليا؟ نعم، لها أجر في ذلك، وإذا كانت قريبة من أقاربها فلها أجران: أجر صلة الرحم وأجر الإحسان إلى القاصر. نعم. شكر الله لشيخنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة وهذه النصائح المبنية على الكتاب والسنة. أشكر الحقيقة الزملاء في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر زملائي معي في استديو الرياض من الفنيين والمخرجين وطاقم العمل. هذا زميلي معجب الدوسري يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.